السلام عليكم طلابنا الأعزاء، مرحلة الرابعة قسم هندسة المساحة لمادة المواصلات. هذه المحاضرة رقم 4، معاكم دكتور أحمد شاكر. في هذه المحاضرة راح ناخذ موضوع بسيط. في هذا الموضوع هو شنو هو Traffic Volume Study، يعني بالاختصار نريد نحسب عدد السيارات الموجودة في طريق. ليش؟ لأن هذا كلش مهم. انت راح تعرف، من تعرف عدد السيارات الموجودة راح تقدر تصمم الطريق وتقدر تصممه للمستقبل، وتقدر تسوي الرصيف حسب عدد المارة والتطورات المستقبلية إلى آخره. إذن هذا هو الموضوع، هو معرفة عدد السيارات، نسمي Traffic Volume Study. الفوليوم هو إذا ترجمه حرفيا راح العفو يعطيك معنات الحجم، ولكن في هذا المعنى هو يقصد به عدد السيارات. من أقول Traffic Volume يعني عدد السيارات. فالتعريف شي يقول Traffic Volume is defined as the number of vehicle، يعني عدد السيارات، crossing a section of road per unit time at any selected period، يعني عدد السيارات في وقت معين انت تحدده. الهدف ليش احنا نسوي هذا؟ Traffic volume studies are conducted، يعني هذه الدراسات نقوم بها. ليش؟ to collect data on the number of vehicles and or pedestrian، يعني المشاة that pass a point on a highway facility during a specified time period. يعني اللي نقوله هنا traffic volume نسوي لكي نجمع معلومات عن عدد السيارات وعدد المشاة الذين يمرون خلال نقطة معينة موجودة محددة على الطريق، سواء كان طريق فرعي أو طريق سريع، خلال فترة معينة من الزمن. فالسؤال إذا يجيك Why do we need traffic volume study؟ راح نجيها هسه بالتفصيل. راح تحتاج احنا هذا الترافيك فوليوم ستدي for the following reasons، لهذه الأسباب التالية. السبب الأول to check the existing operating surface condition of a roadway section، يعني من تشوف انت العدد راح تعرف الخدمات الموجودة في الطريق هل هي تكفي أم لا، يعني من حيث عرض الطريق، من حيث المطبات الموجودة، من حيث بقية الخدمات، هل هي تكفي لتغطية هذا العدد الموجود في من السيارات أم لا. 2 to plan the traffic operation and control of existing facilities، يعني to plan يعني حتى نخطط the traffic operation، حتى نخطط لعملية مسيرة السيارات المستقبلية وشلون نسوي لها كنترول، شلون نسوي لها تنظيم. فمثلا أنا أدري أنه في على سبيل المثال شارع الرشيد يحتاج إلى مثلا زخم من السيارات، شارع النضال يحتاج إلى زخم كذلك. فأنا أحسب مثلاً خلال 25 سنة عدد السيارات راح يزداد بهالعدد، إذا يحتاج توسعات
بالتدريج بهذا المقدار، من خلال مثلا بناء طريق جانبي، من خلال بناء نفق، من خلال بناء جسر إلى آخره، حسب الخطة اللي أنت تحددها. السبب الثالث اللي أحتاجه بالدراسة واستفاد منه من الدراسة حتى أستطيع أن شنو to design intersections. Intersections يعني تقاطعات الطريق. intersections. signal timing إشارات المرور وأوقات إشارات المرور. and channelization يعني المسار مال الطريق، يعني كل طريق بمجموعة من المسارات، فتلقى مثلا طريق مفرد المسار يعني سيارة واحدة تقدر تمشي به، طريق مزدوج المسار سيارتين يقدرن يمشين به، يعني أقصد في كل جانب سيارتين ذهاب سيارتين إياب، أكو ثلاث سيارات أكو أربعة، فأنت هاي شلون تخططها؟ مثلا أنا عندي طريق مزدحم أحتاج أسوي له مثلا ثلاث مسارات، الشانلايزيشن مالتي أسوي له 3 channels أو 3 lanes. lanes همينة تسمية ثانية للمسار. إذا هذا هو الشانلايزيشن. فإذا النقطة الثالثة تقول لك أنه أنت حتى تستطيع أن تصمم التقاطعات، وبالعراق نسميها الفلكة، التقاطع والفلكة، الاستدارة، توقيتات الإشارات المرورية، إيش قد تخلي الضوء الأحمر في هذا التقاطع، إيش قد تخلي الضوء الأخضر يستمر حسب الازدحام، وكيف تستطيع أن تمتص الازدحام. كل هذا يكون مبني على ما تعرفه من عدد السيارات. 4. Structural design of the pavement, road geometric and roadway capacity. يعني المصمم الإنشائي structural design حتى يعطيك طريق، حتى يبني لك طريق، أيضا يريد يعرف عدد السيارات. فمثلا أنت تقول له هذا طريق خارجي راح تمر عليه شاحنات، طبعا المصمم الإنشائي راح يعطيك قوة ومتانة لهذا الطريق مختلفة عن طريق آخر، مثلا طريق في منتزه أو طريق على البلاج أو ما شابه اللي ما يتمر به شاحنات ثقيلة ضخمة. 5. To calculate certain volume characteristic like the following. في النقطة الخامسة احنا جاي نقول بالاعتماد على هذه المعلومات اللي هي عدد السيارات راح نستطيع أن نحسب مجموعة من التعاريف. هذه التعاريف احنا فقط اللي نستخدمها، احنا المهتمين بالترانسبورتيشن انجينيرينج، واحنا الوحيدين يجوز اللي نعرف هذه التعاريف ومهتمين بها. التعريف الأول اللي يسمى بالـ AADT، وهذا مختصر لكلمة annual average daily traffic، يعني المعدل اليومي المبني على العدد السنوي الكلي للسيارات. فالتعريف مالته is one of the most important parameters in transportation engineering، يعني كلش مهم هذا اللي هو في موضوعنا هندسة المواصلات. وهذا شلون يحسب؟ it is calculated يعني يحسب by adding the total vehicle volume of a highway for a year divided by 365 days. يعني انت مو سويت وحسبت الفوليوم، والفوليوم قلنا هو عدد السيارات، تحسبه مال سنة for a year، وبعدين تقسمه على عدد ايام السنة، إيش راح يعطيك؟ يعطيك الـ AADT. إذن هو العدد السيارات المارة في طريق معين في نقطة معينة خلال سنة،
مقسوم على عدد أيام السنة اللي هو 365 يوم، يعطيني الـ AADT. التعريف الثاني الـ PHV، وهذا مختصر لتعريف Peak أو Volume، يعني ساعة الازدحام بالعراقي اللي نقولها، عدد السيارات الموجودة في ساعة الازدحام، بيك أوا هي ساعة الازدحام. فهذا يتعريف شنو؟ is defined as the highest hourly volume during an average one day، يعني الساعة اللي بيها أكبر عدد من السيارات خلال اليوم الواحد. ما هي الساعة اللي تكون بيها عدد السيارات هو أكثر عدد؟ مثلا بالعراق لربما تكون الساعة السابعة إلى الثامنة، أو الثامنة إلى التاسعة صباحا، أو الثانية إلى الثالثة بعد الظهر، حسب كل شارع وحسب مقدار الازدحام. إذن هذه هي المعلومات، أيضا تعتمد على منو؟ على الترافيك فوليوم. من خلال ترافيك فوليوم نستطيع أن نوجد هذه التعاريف. تعاريف أخرى أيضا أحتاجها، تعاريف جدا بسيطة، اللي هو الفوليوم، وهذا الفوليوم شرحناه هو number of vehicles passing the road during a specified time interval. وأتكرر عن مرة ثانية طلابنا لا تحفظ، يعني أنا صح جاي أعطيك تعاريف بس هذه مو معناتها شلون القصائد مال مادة الأدب بالسادس أو بالخامس ثانوية، لا تحفظها، فقط افهمها، فقط افتهمها، يعني من تجي مرة ثانية تراجع هذا الموضوع راح تعرف شنو معناته الفوليوم. من يتكرر عندك الفوليوم راح تعرف إنه هذا الفوليوم هو عبارة عن number of vehicles، عدد السيارات. الديماند، ايش نقصد بالديماند؟ الديماند، الديماند is a measure of a number of vehicles waiting for service in the given time period. يعني من تجي بشارع وتلقى السيارات واقفة وتجي تحسب السيارات الواقفة، مثلا في شارع معين لقيت السيارات نتيجة ازدحام واقفة تنتظر الخدمة، يعني السيارة تنتظر السيرفيس، waiting for service يعني تنتظر خدمة الشارع لها. شلون تكون خدمة الشارع لها؟ انه ينفتح، انه الشارع ينفتح حتى تستطيع ان تمشي. فهي تسوي demand، تسوي demand يعني تسوي طلب، فتحسب عدد السيارات اللي تسوي demand، يعني السيارات المتوقفة تنتظر الخدمة. اوكي، فلقيت مثلا انت اكو 100 سيارة واقفة تنتظر رحمة الله، تنتظر ان الطريق يفتح حتى تستطيع ان تمشي، فهذا هو الديماند. الديماند هو 100 سيارة. اوكي، وطبعا ايضا خلال وقت معين، ممكن تكون خلال 5 دقائق، ممكن تكون 10، ولكن عادة نحسبها دائما احنا خلال ساعة hour. هذا هو الديماند. زين، الكاباسيتي، الكاباسيتي هو maximum number that can reasonably be expected to be served in the given time period، يعني هو العدد اللي الطريق يفول بيها، يعني يكون مملوء بالسيارات بس مملوء بطريقة نظامية، يعني مع وضع المسافات الفاصلة بين سيارة وسيارة، وليس بالطريقة العراقية. الطريقة العراقية طريقة خاطئة غير قانونية، يعني تلقى السيارات مجرد سنتيمترات بين سيارة وسيارة، هذا خطأ. أكو دائما لازم أكو فواصل بين السيارات، فإذا كانت أكو فواصل بين السيارات وتجي تحسب ذني السيارات إيش قد موجودة، وطبعا السيارات جاي تمشي مواقفة زين، وتحسبها مثلا خلال ساعة، تقول هذا هو الكاباسيتي مال هذا الشارع، وهو شنو يعني؟ انه الشارع مفول،
بعد ما ممكن تجي سيارة أكثر ولا راح يكون مزدحم وراح السيارات تبطئ ما تكون تسير بطريقة سلسة راح تؤدي إلى عرقلة في المسير. إذن خلينا نقول قدرة الشارع على تحمل عدد معين من السيارات بحيث بعد ما يتحمل أكثر هو شنو الكاباسيتي. فمرة ثانية هو شنو هو الماكسيمم نمبر that can reasonably be expected to be served in the given time period. زين التعريف الرابع الفلو ريت. الفلو ريت هذا جدا بسيط ورا ما طلعت الفوليوم اوكي تجي تقسمه على ساعة على 1 اور زين فيطلع لك الفلو ريت. الفلو ريت جدا بسيط. التعريف الخامس هو البي سي اي اللي هو مختصر ل passenger car equivalent PCE. هذا هو معامل رياضي معامل تحويل رياضي. فتعريفه is a conversion parameter used to represent the impact of large vehicle on a road by expressing it as the number of equivalent passenger vehicles. هنا شنو اللي جاي يقوله؟ اللي جاي يقوله انه اكو سيارات مختلفة. يعني عندك مثلا سيارة خصوصي اوكي سيارة خصوصي 5 راكب وبجنبها سيارة باص زين 44 راكب. فهل تتوقع انه التأثير لهذين النوعين من السيارات على الطريق متساوي؟ بالطبع لا غير متساوي. فأولا من حيث الحجم يعني مثلا هاي طول هاي السيارة صغير أو معتدل بينما طول هذه السيارة جدا كبير. وزن هذه السيارة خفيف بينما وزن هذه السيارة جدا ثقيل. فتأثيرات كلا السيارتين مختلف على الشارع. فإحنا كنا دائما نقول نريد نحسب عدد السيارات. فشلون نستطيع أن نحسب عدد السيارات والسيارات مختلفة؟ يعني أكو باصات، أكو شاحنات، أكو سيارات عادية، أكو ماطورات، أكو كية، أكو دفع رباعي، أكو توك توك، 3 تايرات. زين هاي شلون أنا أقدر أحسبهن ذني وهن المختلفات؟ يعني هل أستطيع أن أقول عدد السيارات يساوي 1000 وأسكت؟ لا، لأن هذا 1000 هو فعلا هو مو 1000، هو يجوز 4 كيات على 10 لوريات على 12 باص على فيعني مختلف. وبالتالي تأثيرهن على الشارع من حيث المساحة اللي يشغلنها ومن حيث الأثقال المسلطة على الشارع يكون مختلف. فلهذا الترانسبورتيشن انجينيرينج اقترحوا معامل تحويل. قالوا إذن احنا لازم نحول جميع السيارات الى السيارة الخصوصي 5 راكب. السيارة الخصوصي 5 راكب كل السيارات الاخرى نحولها. يعني مثلا نقول انه هذا الباص 44 راكب راح اعتبره يساوي لي مثلا 6 سيارات. اذا معامل التحويل شنو هو 6. مثلا السيارة الدفع رباعي مثلا اعتبرها مثلا 1.5 سيارة. اذا معامل التحويل شنو هو 1.5. او مثلا اقول انه الدراجة النارية الموتور سايكل راح اعتبرها 0.5 على اعتبار خفيفة
صغيرة الحجم. إذا معامل التحويل الـ PCE هو 0.5 نص. إذا هذا هو الـ PCE، هو معامل تحويل نسبة إلى السيارة الخصوصي، السيارة الخمسة راكب خصوصي. أوكي، إذا بعدين هسه من تجي تقول الفوليوم يساوي، من تطي الرقم، بعد ما تطي الرقم بسيارات مختلفة، لا تعطيه بسيارات موحدة. هذه السيارة الموحدة أسميها PCU، يعني بعد التحويل السيارات اللي تحولت تسمى PCU، اللي هي Passenger Car Unit. Passenger Car يعني سيارة خصوصي، سيارة راكب خصوصي، معناته تشيل خمس نفرات. Is a vehicle unit used for expressing highway capacity unit. يعني بعدين من أقول إنه الفوليوم يساوي لي مثلاً 10 باص، زين، زائداً خلينا نقول مثلاً 40 أو 60 سيارة خصوصي كار، أوكي؟ فحتى أحسب أني الـ PCU لازم أحول العشرة باص، فإذا كان الكونفيرجن الـ PCE هو 6 للباص راح تصير 60 زائدا الكارز الأصلية هي 60، إذا راح يساوي لي في هذه الحالة 120. شقول PCU، وهذا هو راح يكون، هذا هو الفوليوم مالتي، هذا الفوليوم مالتي، زين. إذا هذا هو PCE والPCU من الأشياء المهمة في حساباتنا. في هذا المكان جاي نعيد الكلام اللي حكيته قبل قليل. فش نقول passenger car equivalent PCE and passenger car units PCU are factor used to express the number of cars needed to theoretically replace a non-passenger vehicle. يعني يقول لك هي فد معاملين نستطيع نستخدمهم حتى نحول كل السيارات اللي هي مو خصوصي non-passenger car vehicle، اوكي، نحولهن الى passenger car to simulate the same effect on a road or intersection. ليش؟ حتى نستطيع ان نوحد تأثيرهم على الطريق او على التقاطع. زين، as an example heavy vehicles، يعني السيارات الثقيلة such as trucks or buses typically have a PCE equivalent value of 1.5 or more. طبعا هاي الـ PCE راح نعطيها بعد قليل، يعني هاي معاملات التحويل. فإذا كانت هذه الباصات أو هذه اللوريات الـ PCE مالتها 1.5 أو أكثر، هذا الشيء يعني meaning that their influence، تأثيرهم on the road is 1.5 passenger cars or more. يعني التأثير مالتهم انه من تمشي هذه الباص كأنه جاي تمشي سيارة ونص عادية او سيارة اكثر من سيارة ونص خصوصي. Using this unit all traffic on the road can be converted and expressed as several single value of passenger cars rather than several values of different vehicle types. يعني هذا شرحته سابقا، انه حتى ما تصير عندي اختلافات بين انواع السيارات، انما تكون جميع السيارات موحدة وبالتالي نستطيع ان ندرسها. اوكي،
هسه إذا فهمنا شنو الأهمية دراسة عدد السيارات، هسه السؤال شلون نستطيع أن نحسب عدد السيارات؟ فيقول لك هنا أنا حساب عدد السيارات هو بطريقتين، أكو مانيوال وأكو أوتوماتيك. فبالأزرق هسه أمامك موجود ميثود of volume counting، هذا هو لينك أريدك تضغط عليه، تضغط عليه حتى تروح إلى هذا اللينك. زين، وينفتح عندك document جديد اللي هو هذا الدوكيمنت، يبدي يحمل شوية شوية إلى أن ينفتح اللي هو حوالي 7 صفحات. أوكي، أنا هذا حملته وجهزته في هذا المكان. فسو هذا هو نفسه اللي عندكم method of counting volumes. زين، فالصفحة الأولى مجرد رسم. هنا الصفحة الثانية تقول لك the two basic methods of counting traffic are manual observation، يعني الملاحظة بالعين وتبدي تحسب، أو automatic recording أو الطريقة الأوتوماتيكية باستخدام الأجهزة. المانيوال اوبزرفيشن هذه شو وقت نحتاجها؟ نحتاجها اذا كانت الاوتوماتيك غاليه وما نستطيع ان نستخدمها، الاجهزه الالكترونيه غاليه، او لغرض التدريب كما في حالتنا حاليا راح نتدرب على استخدام الطريقه المانيوال، يعني طريقه النظر فقط لغرض التدريب. لكن هو في الواقع، في طبعا في الواقع وخلنا نقول في الدول المتقدمة، الطريقة هي الطريقة الحديثة، طريقة إلكترونية الحديثة. المهم شنو هي طريقة المانيوال؟ طريقة المانيوال انه تبدي تحسب مانيوال كاونت، تبدي تحسب عدد السيارات بالعين، يعني تبدي بالعين تلاحظ وتحسب بيدك ورقة وقلم وتحدد عدد السيارات في وقت معين. بس اللي تاخذه راح تاخذ يقول لك small samples، يعني مستحيل انه تقدر تبقى واقف في مكان لمدة سنة حتى تحسب السيارات، انما تستطيع ان تقف مثلا ربع ساعة وتحسب، وبعدين تحول الربع ساعة الى ساعة وتقول هذا هو عدد السيارات في الساعة الفلانية، وتطلع مرة لخة تحددها في ساعة ثانية في يوم ثاني إلى أن تصير عندك معلومات متكاملة لمدة سنة، وبالتالي تكون عندك الصورة واضحة. فmanual counts are sometimes used when the effort and expenses of automated equipment are not justified. يعني هنا أنا واضحة اللي قلت لك إنه إذا كانت في بعض البلدان الفقيرة اللي ما تستطيع أن تتحمل نفقات شراء الأجهزة أو الكاميرات الرقمية، يلجؤون إلى الرجوع إلى الطريقة القديمة، هي طريقة المانيوال. طبعا طريقة المانيوال هي مرت بكثير من المراحل، يعني كانت في البداية على شكل هذا الشيت، ويجي الشخص ويملأ هاي الفراغات بمجموعة من الأرقام، وهي طريقة تملأ ميكانيكية باستخدام ذني الأزرار الجاهزة، ذني الدقم كلهن يستطيع أن يستخدمهن. بعدين اتطورت إلى طريقة إلكترونية أنه يضغط على مجموعة من الأزرار وتبدي تحسب له في مثلا في هذا التقاطع عدد السيارات المارة في كل مسار. زين، وبعدين اتطورت الى طريقة هذه الأحزمة،
اللي توضع في الطريق، وكل ما تمر عليها سيارة عندك هذا يبدي يحسب، وممكن هذا يكون شكل ظاهري وممكن يكون مدفون على جانب الطريق، ومثل ما تلاحظ مخلين عليه سلسلة حتى ما ينباق الجهاز، وهذا يبدي يقدر يحسب عدد السيارات. أما الطريقة الحديثة فهي الكاميرا الرقمية المتخصصة، يعني هذه الكاميرات الرقمية كاميرات متطورة وتستطيع أن تحسب لك عدد السيارات في وقت معين وبدقة جدا عالية. زين، فهذه هي الطريقة الأوتوماتيك، بس إحنا اللي نريده هو المانيوال. قلنا لغرض التدريب إحنا راح نتعلم على طريقة المانيوال. فهذه المانيوال اللي هي مانيوال أوبزرفيشن، أوبزرفيشن يعني ملاحظة، ملاحظة عيانية يعني بالعين، تستخدم فورمات جاهزة أسميها تالي شيتس. تالي شيتس، بهذه التالي شيتس تسوي recording data into tally sheets is the simplest mean of conducting manual account. يعني هي أبسط طريقة ممكن أن نستخدمها حتى نقدر نحسب عدد السيارات. The data can be recorded with a tick mark. Tick mark يعني عندك فراغات، اوكي، وتجي مثلا عندك هذه هي سيارة خصوصي، عدد السيارات الخصوصي هنا، هذه هي سيارة كية مثلا، هذه هي باص، هذا هو لوري، اوكي. فمن تمر سيارة خصوصي راح اخلي خط هيك، يمر باص اخلي خط، مر سيارة نوع ثاني خط، مرت سيارة خصوصي ثانية خليت خط ثاني، مرت ثالثة خليت ثالث، مرت رابعة خليت رابع، مرت خامسة شخطت هيج، هاي صارت خمسة. كل ما ألقى شيء مشخوط معناته خمسة، وهكذا تمر خصوصي ثانية واحد، هاي صاروا ستة سبعة ثمانية تسعة، هاي صاروا عشرة، أوكي، وهكذا بالنسبة لبقية السيارات. توصل أربعة والخامس تشطب، توصل أربعة والخامس تشطب، وبعدين بالمحصلة يعني ورا ما تملي ذني المعلومات كلهن تجي تحسب شقد التوتل، شقد العدد الكلي، فتحسب كم جزء مشخوط كل واحد خمسة، فتحسب خمسات يعني خمسة عشرة خمستاعش عشرين إلى أن تشوف العدد الكلي. مثلا العدد الكلي وصل عندي هنا 950، بينما هذه مثلا صارت عندي 200 سيارة، هذه مثلا 150، هذه 110. زين، فهذه هي التالي شيتس، هاي هي الطريقة مالتها. طبعا بعدين من حسبت كل نوع راح تحول كل نوع باستخدام المعامل التحويل. زين، وبعدين تحسب العدد الكلي، وبعدين تحسب الفلو ريت، اوكي. فهذه هي الطريقة المانيوال في حساب عدد السيارات. فنرجع المحاضرة الثانية مالتنا. فإذا تلاحظ هنا اللينك الأزرق الثاني اللي هو الترافيك فوليوم كاونتينج فورمز، هذا إذا تضغطه هم راح يوديك إلى فورمات جاهزة. أنا حضرتها الفورمة هنا موجودة. زين، فالفورمة هي هذا الشكل مالتها، نمسح هذا الكتابة. زين، فورما هيج هي تكون هيج جاهزة عندك فارغة. ف
اسمها traffic count tally sheets اللي يصدرها هو road and highway department يعني الطرق والمواصلات دائرة الطرق والمواصلات name of road اسم الشارع تكتب هنا اسم الشارع شنو اسم الشارع road number ايش قد رقم الشارع الدايركشن فروم منين يجي الشارع السيارات بدين جاية تو إلى وين إذا عندك أكثر من فورمة فتحسب مثلا عندك خمس فورمات فتقول إذا هاي كانت الصفحة الأولى تقول واحد أوف خمسة يعني واحد من خمسة بعدين الصفحة الثانية شي تكون اثنين من خمسة وهكذا الثالثة شي تكون ثري أوف فايف يعني ثلاثة من خمسة زين الستيشن نيم الستيشن نيم النقطة اللي كنت واقف بيها انت ايش كان اسمها هاي هم لها اسم ايش كان رقم هذه الستيشن اللي انت كنت واقف بيها والتاريخ اللي حسبت بيه تاريخ اليوم دي دي يعني يوم ام ام يعني month والواي واي يعني سنة النوميتر الشخص اللي كتب هذه أو اللي أدخل المعلومات في هذه الفورمة يعني في هذه الحالة أنت راح تكتب اسمك هنا اسمك الثلاثي السوبرفايزر الشخص اللي راح يشرف أو يستلم من عندك هذه الفورمة ففي هذه الحالة راح تكتب المشرف مالتك اللي هو الأستاذ المادة فتكتب هنا دكتور أحمد شنو شاكر أوكي فتبدي هنا بالحساب شوفها متقسمة إلى 13 كولوم ومن فوق مقسمة إلى قسمين رئيسيات موتورايزد ونون موتورايزد يعني السيارات أو وسيلة النقل ذات المحرك وسيلة النقل بدون محرك بدون محرك مثل إيش مثل البايسيكل بايسيكل هو بدون محرك زين فإحنا اللي يهمنا في هذه الحالة هو الموتورايز في الموتورايز عندك هيفي تراك ميديوم تراك سمول تراك لارج باص ميني باص مايكرو باص هاي من الأكبر إلى الأصغر جاي ننزل يوتيليتي كار أوكي وعدي الموتور سايكل اللي هو الدراجة النارية هذه أحتاج أعرفهن فشلون تعرفن ذني راح تلقى أنه في الصفحة الثالثة معطيك صور لكل من هذه الأسماء فالهيفي تراك معطيك صورتها هذه هي الهيفي تراك شلون تميزها انه تلقى بيها 3 or more axles يعني تجي تحسب الاكسلز مالتها تجي تحسب الاكسلز تلاحظ انه هذا واحد هاي اثنين هاي ثلاثة اربعة خمسة يعني الاكسلز يعني تحسب عدد التايرات بالاتجاه الجانبي من تنظر لها من الجانب تحسب عدد التايرات اللي تشوفها أمامك فهنا في هذه الحالة عندي 5 axles 5 axles بهم إذن هذه شو أسميها heavy truck medium truck تشوفين medium truck هي 2 axles تشوفها بها عدد ال axles هو شنو 2 بس شنو انه الوزن مالتها اكثر من 3 tons من 3 طن من تجي تقرا معلوماتها تلقى انه وزنها فقط هي نفسها يعني وهي فارغه غير محمله هو 3 طن او اكثر زين اللايت تراك
الأصغر منها همينة 2 أكسلز بس وزنها أقل من 3 طن، فحتى بالحجم تكون أصغر، فتشوف مثلا حجمها إلى الإنسان بتكون صغيرة. وهذه نوعية قديمة حس حاليا يجوز بعد ما نلقاها بعد بالشارع. زين اللارج باص، اللارج باص هو حسب عدد المقاعد الموجودة في الباص. فإذا كان عندك أكثر من 39 مقعد أسميه لارج باص مثل هذا الشكل، أو خلينا نقول الباص السياحي في الطرق الخارجية. زين الميني باص اللي هو أصغر منه أقل من 39 بس أزيد من 16 أسميه ميني باص، كأنه يشبه الكوستر مثلا بالعراق إذا شايفيها على الطريق الكرادة داخل الكوستر، عددها أكثر من 16 عدد كراسيها. زين اللي يجي وراها شنو؟ المايكروباص اللي هاي بالعراق نسميها الكية، اللي عدد مقاعدها شنو؟ 16 أو أقل من 16، هذه هي المايكرو باص. ويجي وراها اليوتيليتي، يعني اليوتيليتي يعني السيارات الدفع الرباعي والبيكاب والسيارات الدفع الرباعي، تم سميهن يوتيليتي. وبعدين السيارة العادية الكار، هاي هي اللي يسميها الباسنجر كار، اللي سيارة تشيل 5 راكب. وطبعا أكو أنواع أخرى، مثلا عندك اللي يسموه بيبي تاكسي، اللي هو هذا بالعراق يسموه تيك توك، وأنواع كثيرة، هذا نوع ثاني تيمبو. زين اللي يهمنا ما يهمنا احنا ذا النهاية ما راح نلقاها بالطريق السريع يفترض، يعني اللي يهمنا هو الموتور سايكل البايسيكل. وذني كلهن اللي حكينا عنهن، كلهن اللي حكينا عنهن موجود في هذا الجدول البي سي اي مالتهن، يعني معامل التحويل. فمثلا الهيفي تراك، هذا الهيفي تراك راح تلاحظ انه معامل التحويل مالته هو اكبر شيء، يعني كل سيارة هيفي تعادل 6 سيارات خصوصي من حيث الحجم ومن حيث الوزن. زين بينما الميديوم تراك تعادل 4 سيارات، اللايت تراك تعادل 3.5، اللارج باص يعادل 3.5، وهكذا للبقية مثل البيني باص والمايكرو باص. يعني هسه مثلا شوف هسه هذا المايكرو باص الكية تعادل 2.5. زين فلربما واحد يتساءل مثل احد اسباب ازدحام الشوارع في بغداد هو شنو؟ هو بسبب كثرة الكيات في بغداد. ليش؟ لأن كل كية حسب هذا القانون تعادل سيارتين ونصف خصوصي، يعني كيتين تعادل 5 سيارات، 4 كيات تعادل 10 سيارات. يعني وجود 4 كيات تسبب كأنه موجودة 10 سيارات خصوصي، يعني طريق مزدحم، هن فقط 4 بس جاي يسبب لي ازدحام. هذا هو أحد أسباب الازدحام في بغداد. إذن هذا هو المعلومات اللي تحتاجوها، وهذا شلون تتعرفون عليها. أي شيء من هذا غير مطلوب الحفظ، فقط الفهم. فنرجع إلى هذا الجدول حتى ورا ما عرفنا المعاني مال ذني كليتهن اللي فوق بالكولومز وشلون نستخرجهن. اجي هنا الى هاي الجهة، الى جهة اليسار، الوقت بن الى
فهنا هو محددك بالأورز. أنا أريدك تغيرها الأورز تكتب minutes. minutes لأن ما راح نستطيع إحنا نكتب بالأور، راح نكتب بالminutes. فطريقة الحساب دائما في حالتنا هذه راح نبدي مثلا من الصفر صفر، وإذا حسبنا مثلا إلى خلينا نقول 5 دقائق راح ننتهي ب 5 دقائق، فنبدي من الصفر وننتهي بال5 دقائق ونوقف بالشارع ونبدي نحسب عدد السيارات. فمن أشوف مثلا سيارة خصوصي أجر خط هنا، سيارتين خصوصي خط ثاني، 3 سيارات، 4 سيارات، 5 سيارات، زين، 6 سيارات، 7 سيارات، 8 سيارات، 9 سيارات، 10 سيارات، وهكذا. وبعد شوية شفت إنه جتني شاحنة ضخمة بها أكثر من بها 5 أكسس، فرسنا أجر خط هنا، أوكي. شفت إنه جتني 3 كيات، هاي 1 2 3، وجاني أحد الوزراء وراه مثلا 3 سيارات دفع رباعي، فواحد 2 3 هنا خليت، أوكي. وأكو سفرة وجاني باص سياحي، زين، فهمين راح تجي وتخلي هنا أنت لارج باص خط 1، وأكو مسكين جاي على بايسيكل تجر له خط هنا، زين، وهكذا البقية 3 على موتور سايكل جوي تجر 3 خطوط إلى آخره، إلى أن تنتهي 5 دقائق بحيث أنت تكون أمليت المكان. ففي حالتك هذه عادة أنت ما تحتاج تكتب إلى شوكت ينتهي الوقت، إلى أن ينتهي الفراغ. يعني مثلا أنت كتبت هنا وكتبت هنا وكتبت وبعد ما صار عندك مجال، فتشوف الوقت إيش قد صار. مثلا يعني خلصت وصلت لهالنقطة وأني الوقت مالتي هو 3 دقائق، فأكتب 3 دقائق هنا وأجي هنا أقول هسه من 3 دقائق إلى 5 مثلا أكمل. همين أجتني فت 5 سيارات ولحقتها 5 سيارات أخرى وهكذا إلى أن كملت كل المعلومات، كل المعلومات كتبتها زين، وصار عندي الجدول متكامل. فهنا أكو شخص سوانا نفس الطريقة مالتنا، همينا من الجدول وهمينا سجل المعلومات كلها، جاي تشوفون شلون الطريقة مالته. هو طبعا هنا في هذا الجدول جاي يستخدم الساعات، فعنده مثلا من الساعة 6 إلى الساعة 7 هاي السيارات، من 7 إلى 8 ومن 8 إلى 9 جاي تشوف هنا ما كفى المكان، فجاي تلاحظ من 8 إلى 9 أخذ هذا كليته حتى يكفي. فأنت يجوز هم تحتاج هذه الطريقة حتى تستطيع أن تكتب باستراحة يعني، زين. فهذه هي طريقة ملء الجدول. طبعا بالنهاية انت ايش راح تسوي في النهاية، انه الهافي تراك مثلا في هذه الحالة اقول 1 ويا 2 صار 3 ويا 4 صار 7، فهنا صار عندي 7 سيارات. من تجي تحسب ذني تقول 5 10 15 20 إلى آخره، مثلا خلينا نقول هاي كليتها هي 150، فتكتب 150، تجي تحسب ذني كليتين مثلا 70، وهكذا تكتب البقية كليتها، زين. وبعدين تكتب معامل التحويل، مثلا هذه معامل تحويل مالتها 6، هذه 4، هذه 5 إلى آخره، زين، كل وحدة ومعامل التحويل. وبعدين تبدي تضرب عملية ضرب
العدد في معامل التحويل، العدد في معامل التحويل، العدد في معامل التحويل، وتكتب كل المعلومات كاملة إلى أن تطلع العدد الكلي للسيارات بعد التحويل. إذن هذه هي طريقة المانيوال. أوكي. فهسه راح نأخذ مثال على هذه الطريقة المانيوال. بس هنا الأمور شوية مبسطة. نقول in this example you calculate the number of cars of different types, then you convert each type using the PCE factor. وال PCE factor given in the example يعني معطى في السؤال. For example, you calculate the number of buses was 37. يعني الباصات عددها 37. تروح تشوف إيش قد الـ PCE مال باص، فلقيته يساوي 3. فتيجي تضرب عدد الباصات في معامل التغيير، أوكي؟ يعطيني العدد بوحدات السيارة الموحدة. PCU زين، فصار العدد الباصات تحول الى السيارة الموحدة PCU، صار عدده هو 111. اذا 37 باص لها تأثير مقداره 111 سيارة خصوصي. كأنه اذا تريد تعوض بين تستبدل 37 باص، راح يعني إذا لقيت مثلا خلينا نقول شارع مزدحم وتريد تقلص الازدحام مع السيارات الخصوصي، فتستطيع أن تشجع النقل الحكومي باستخدام الباصات الطويلة. ليش؟ لأن كل 110 ممكن توخرهم وتخلي مجرد 37 باص، يعني يقلل لك من الازدحام إذا تستطيع أن تقنع الناس باستخدام النقل العمومي. أوكي زين، نكمل. You will do the same for the rest of cars، يعني حسب النوع السيارات الأخرى مو فقط الباصات، كل الأنواع لازم تغيرها كل واحدة بحسب معامل التغيير مالتها، وبعدين تجمع البي سي يو مال الجميع. من لقيت البي سي يو تستطيع ان تحسب الريت اوف فلو. ليش؟ لان الريت اوف فلو هو التوتال نمبر اوف كارز، زين، اللي هو باستخدام البي سي يو مقسوم على التايم. اوكي، في هذا المثال in this example the time is 15 minutes، في هذا المثال الوقت هو 15 دقيقة، فتقسم على 15 دقيقة بعد التحويل إلى الساعات، لازم تحولها إلى وحدات الساعة. أوكي، خلينا نشوف المثال هسه. هذا المعطى بالمثال، الوقت يقول لك محسوب من 3:30 إلى 3:45 دقيقة، معناته شنو؟ 15 دقيقة. عدد السيارات العادية 215. عدد السيارات بثلاث تايرات، يعني مثل الكية 80، مثل التوك توك العفو، الموتور سايكل 33، الباص 37، ال NMT 22. اوكي، ال NMT اللي هو النون موتورايزد ترانسبورتيشن، and non-motorized transportation يعني مثل البايسيكل. زين، فهذا هو معطى في السؤال. فأسا أنت تجي ذني المعلومات المعطات بصورة أفقية، تجي تكتبهن بصورة هنا بصورة عمودية، تعيد كتابتهن، وبعدين تستخدم المعامل التحويل PCE
تكتب جنب كل واحدة من عتين معامل التحويل، وتكون العملية ضرب بيناتهم، وتكتب الناتج هنا. فالناتج هذا هو بوحدات البي سي يو، فتستخرج العدد الكلي للبي سي يو. من استخرجت العدد الكلي تجي تقسمه على الزمن، اوكي؟ بس الزمن لازم شي يكون، الزمن لازم يكون بوحدات الاوا، ف 15 دقيقة من تقسمها على 380 كأنه تضربها في 4، لأن 15 دقيقة هي ربع ساعة، يعني 4 مرات تتكرر بالساعة، فهي عبارة عن 4 في البي سي يو يعطيك الريت اوف فلو أو الفلو ريت. ففي هذه الحالة طلع عندي 1521 vehicle per hour. فهذا هو الجواب النهائي للإكسامبل. أوكي، هسه بالنسبة للكويز، الكويز هسه اللي هذا هو اللي هو أمامك، راح أعطيك هذا الفيديو. الفيديو راح يصورك وان كأنك انت واقف في شارع. هذا الشارع هو احد شوارع بريطانيا، الشارع يربط بين مدينتين، هي مدينة كوفنتري ومدينة لندن. الشارع مثل ما تلاحظ ذهاب واياب، وبيناتهم اكو جزرة وسطية، وكل شارع من عندهم بثلاث مسارات، والسيارات اللي تمر في هذين الشارعين اليمين واليسار مختلفة الأنواع. الأكثرية هي سيارات خصوصي، ولكن تلقى بعض الهافي تراك مثل الشاحنات، وتلقى بعض الباصات، بعض السيارات دفع الرباعي، بعض الميني باص، المايكرو باص، حسب الشكل. زين، فالمطلوب من عندك في هذا الكويز انه تحسب عدد السيارات في الجانب الايمن فقط، الجانب right side of the road. الجانب الايمن يعني شنو؟ viewer point of view، من ناحية المشاهد، يعني انت من جاي تشاهد وين؟ اليمين. اليمين هو هذا الجهة، هذا هو الشارع اليمين، يعني السيارات الجاية علي اللي جاي تدخل بالشاشة، السيارات لازم أجي أنا أحسبها، وتحسبها وين وتخليها بالفورمة التالي شيت اللي شرحناها قبل قليل. إيش قد تحسب؟ كم فترة تحسب؟ تحسب فقط 5 دقائق بصورة تقريبية، يعني زائد ناقص كم ثانية ماكو مشكلة. وقت الفيديو هو الوقت طويل، يعني حوالي 25 دقيقة وأكثر، فأنت المطلوب من عندك تأخذ فقط 5 دقائق من أي مكان يعجبك حسب رغبتك، من 0 إلى 5، من 1 إلى 6، من 2 إلى آخره، حسب اللي يعجبك، مجرد 5 دقائق. شلون تملأ التالي شيت؟ بالطريقة اللي شرحناها سابقا، تستخدم الداشز، يعني تقوم تمر قدامك سيارة خصوصي، تجر خط، سيارتين، 3 سيارات، 4 سيارات، 5 سيارات، وهكذا، سيارة، سيارتين، 3 4 5 سيارات، هاي صار 10، وهكذا البقية الأنواع. فهاي النقطة الثالثة. بعدها هنا يقول لك a sort example is also attached. هذا المثال المحلول اللي شفتوه قبل قليل هنا جاي يقول لك انه هو موجود. تملأ الفورمة، النوميريتر هو اسمك، تكتب التاريخ، والسوبرفايزر تكتب دكتور احمد شاكر، الرود نمبر
رود نمبر قلنا هو هذا شارع في بريطانيا رقمه A52. الدايركشن from Coventry to London. الستيشن نيم اسمها Outdoor Cam 93. الستيشن نمبر VHXY5K. والتزم بالكابيتال والسمول. هاي كلها معلومات حقيقية، يعني ممكن إذا تحصلون مثلا شغل مثلا في بريطانيا أو أي بلد مشابه لبريطانيا راح تلقون نفس هذه المعلومات باستخدام التالي شيتس. زين، شنو يريد السؤال؟ يقول استخرج لي total number of vehicle using the PCE PCU method، يعني معامل التحويل وتطلع ليها بوحدات ال PCU. ال PCE is giving in the form، يعني ال PCE شفناه بالفورمز معطيك إياهن ال PCE كلهن، وبالنهاية يقول لك استخرج لي rate of flow in 1 hour. انت راح تحسب لخمس دقائق، خمس دقائق وبعدين تحولها الى ساعة. اوكي، فهسه بالنسبة الى الفيديو، الفيديو فقط اذا تضغط على الجسم الصورة فيقول لك open link in YouTube، تقول له yes، يبدي يتحول الى اليوتيوب ويبدي يشوفك الطريق. فتيجي انت تحسب على السيارات في جهة اليمين وتأشر مثلا هاي 1 2 3، هاي جتني شاحنتين، هاي 1 2 شاحنتين، 3 4 خصوصي، هاي خصوصي 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 خصوصي. واذا تصير عندك استعجال تستطيع ان توقفه، زين، تتأكد من حساباتك من الارقام، بعدين تمشي توقفه مرة لوخ، تتأكد من العدد حسب رغبتك، زين، الى ان يكمل عندك 5 دقائق. هسه هو حاليا 26 ثانية، انت فقط كمل لي 5 دقائق وشوف لي الأعداد شلون تقدر تملأ لي الجدول. فهذا هو الكويز مالتكم. الكويز يعني مثل ما لاحظت هو عبارة عن ملاحظة لمدة 5 دقائق، فهو عبارة عن 5 دقائق. أنا راح أعطيك 45 دقيقة لهذا الكويز، أوكي، حتى تستطيع أن تأدي حساباتك براحة، حتى تستطيع أن تحمل الملف. بعد أن تكتب الجدول أما تستطيع أن تنزله مثلا وتستخدم القلم الإلكتروني بالكتابة في هذا المكان. إذا عندك قلم إلكتروني تستطيع أنت تكتب مباشرة على هذا الجدول، زين، وبعدين السيفه ورا ما كملت المعلومات كليتها وتقدم الإجابة بصورة كاملة، يعني تطلع لي الفلو ريت. أو تستطيع أنه تخططه بالبيت مسطرة وقلم، وتستطيع أن تكتب هذه المعلومات من جديد، زين، وتنزل أنت المعلومات مالتك لأن عندك وقت كافي، وتكمل طريقة الحسابات مثل ما شرحتها في المحاضرة. إذن ها كل ما تحتاجوه في محاضرة هذا اليوم. هي محاضرة مثل ما قلنا بسيطة، ما بها أي شيء معقد. إن شاء الله تكون لرضاكم وحبيتوها.
وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم. مع تحياتي دكتور أحمد شاكر.